بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهور هذه الرياضة، هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر، سلام ما شاء الله من تألق في حضوره في مشاركاته على أرضية هذا الميدان. شوط الأبكار المهجنات، شوط الأبكار المحليات انتهى، وانتهينا وانقضينا من شوطنا الأول الرئيسي الأبكار المحليات، وكان نصيب الأسد لهجن نادي الشباء. شكرا سالم على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء الذي يسبق الأحداث الكبيرة، الأحداث المميزة. فابتسموا يا جماهير هجن نادي الشباء، نتمنى إن شاء الله التوفيق. شوطنا الثاني، شوط الأول رئيس الأبكار المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس المشاركين والمتابعين هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام، غارة، شنت الغارة مبكرا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، كابتن أحمد بن عبد الله بالهلي من يقدمها هنا في هذا الانطلاق، النقل على المركز الثاني زعفرانة، سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، أيضا سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثالث شاهرية من هجن نادي الشباء سالم بن سعيد التضمين. المركز الرابع، هناك اللي في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم مضمر هملوله شاعرنا احمد بن علي بن عامر العويسي، وفي المركز الخامس والسادس شاهينيه والشاهينيه هجنة الشباب سالم بن سعيد في التضمير. المركز السابع ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي بنشوف هناك اتحاديه وسلام، كل اللي سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا مستمعينا الاعزاء نكتفي بهذا القدر وبهذه الاذاعه للمراكز المتواجده هنا في هذا الانطلاق، ولكن غاره على المركز الاول، غاره على مقدمه الشوط. يا سلام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الداعم الاول لهذه الرياضه العربيه الاصيله المهتم بهذا التراث العربي الاصيل، فدائما يقول سموها ابتسموا يا هالي الهجن، ابتسموا يا هل الهجن، ما شاء الله دعمه المتواصل لهذه الرياضة. شكرا براشد من القلب إلى القلب على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة، ولكنها غارة التي ترقص طربا حبا فرحا لهذا الشعار والانطلاقات مع كابتنها مع مضمرها أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. يلا يا أبو محمد، النقلة على الشاهينية في المركز الثاني هجن نادي الشباب سالم بن سعيد، المركز الثالث هناك اللي وصلت زعفرانة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم، أيضا سعيد بن عبيد الحميري مضمر متابع هذا الشعار. المركز الرابع شاهينية، هناك خامسا أيضا الشاهينية هجني نادي الشباب سالم بن سعيد في التضمين. المركز الخامس من حلت سلام واتحادية، ولا عفوا اللي في المركز السات، اللي في المركز السات سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي، سابع وثامن المراكز الاتحادية وسلام، كلها تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم وأيضا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام يا سلام، تقريبا قطعنا مسافة كبيرة، وبقى القليل من عمر هذا الشوط، وغاره يا ابو محمد، غاره يا الدنه، غاره يا احمد اللي ما زالت ما شاء الله متمسكة بزمام الامور، متمسكة بالمركز الاول حتى هذه اللحظات الجميلة، حتى هذه اللحظات المميزة هنا على ارضية هذا الميدان. يا ابو محمد يا ابو محمد يا ابو محمد، يلا يلا، ثنائية جميلة بين غارة والشاهينية، ثنائية مميزة بين غارة والشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم مضمر غارة احمد بن عبد الله بالهلي. يا بالهلي، النقل على الشاهينية وثاني ثالث مركز شاهينية، المركز الرابع شاهينية، كلهن من هجنة شبه سالم بن سعيد في التضمير. الكيلو الأخير الإعلان الأخير عنها ندان للمراكز العشر، ولكنها غارة الأقرب حتى هذه اللحظات، الأقرب حتى هذه اللحظات بمستواها
بعنفوانيته حتى هذه اللحظات، ولكن الله شوف الإبداع، شوف الإبداع، شوف التسلل هناك من الجانب الثاني، من الجانب الآخر اللي هي الشاهينية، من هجني ند الشبه سالم سالم سالم، من تألق في انطلاقات سن اللقاية أيضا هنا بدورة، أيضا يبدع ويمتع جماهيره أيضا مع انطلاقات سن الإذاع، سن الإذاع، سن الإذاع، يا سلام يا سلام. كم بتكلم كم بقول، لن أوفي حقك يا الشاهينية، ما بوفي حقك يا الشاهينية، ما بوفي حق هذا العرض الجميل، ما بوفي حق هذا الأداء المميز. هجن ند الشبا، هجن ند الشبا، الله ابتسموا والله ابتسموا يا جماهير هجن ند الشبا، يا عشاق هذا الشعار، عشاق هذا الشعار، عشاق هجن ند الشبا. شكرا سالم، شكرا سالم، شكرا سالم بن سعيد على هذا الأداء جميل والراقي التي تقدمها جنة الشباب لحظات وصولها خط النهاية مع الفوز والناموس في المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوم. شكرا ابو محمد على هذا الأداء. المركز الثالث والرابع ايضا وثالث مراكز جنة الشباب. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم وفاء وتماما. المركز الرابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد السعيد مكتوم. المركز الخامس ايضا هجنة الشباب، 6 دقائق 6 ثواني 71 جزء من الثانية، توقيت الإبداع والإمتاع، تهانينا والناموس.